مشاهدينا نتابع تقرير سيدتي وود اكيد بمجلة سيدتي. يعقوب الفرحان ممثل سعودي من مواليد 8 ديسمبر 1984. بدأ العمل الفني بالمسرح عام 2007 واعتبر ظاهرة مسرحية منذ اللحظة الأولى، ولكن ظهوره التلفزيوني كان أكثر تأنياً حتى جاء عام 2012 الذي شهد بروزه، ومن أهم أعماله المسلسل السعودي حارة الشيخ والمسلسل العربي المشترك غرابيب سود. تزوج من المطربة اللبنانية ليلى اسكندر، وهذا الزواج أحدث ضجة كبيرة بالوسط الفني والخليجي بسبب اختلاف الدين، ولكن يعقوب وليلى تحدوا الصعاب واستطاعوا أن يثبتوا أن الحب هو أساس كل علاقة. مرحبا معنا عبر الهاتف بالفنان يعقوب الفرحان. أهلا وسهلا فيك يعقوب. اهلا وسهلا فيكم ويسعد لي مساكم اخواتي عبير وغادة، واشكركم على المقدمه اللطيفه هذه. الله يعطيكم العافيه. اهلا بك. ومساء الخير على كل اللي يتابعنا. اهلا وسهلا ومساء النور، نورتنا يعقوب. يعني بدايه انا ما عارفه ايش اقول لك، بس فعليا انا كنت من اشد المعجبين مسلسل حاره الشيخ. فعليا كان حسيت انه كان يذكرنا بايام زمان، بحكم انه انا كمان من جده، فبيذكرنا باشياء قديمه حلوه كده في حياتنا، مع انه انت كنت شقي شويه، بس كان مسلسل رائع. هو هذا الهدف الاساسي. حاره الشيخ كثير كان في اشتغال على انه العمل يكون قدر المستطاع يكون يشبه الحاره فعلا، يشبه الشارع، وكل الشخصيات حاولنا قدر المستطاع ان هي تكون موجوده ونعرفها، خصوصا نقول في التاريخ الحجازي القريب اللي كان في 200 سنة اللي راحت. والحمد لله، الحمد لله على هذا النجاح، وإن شاء الله يا رب يكون في أعمال أخرى كثير من هالنوع. صحيح. على سيرة الأعمال الأخرى، في فيلم سعودي اسمه حراشف، نبغى نعرف شخصيتك فيه، هتكون الفتى الشقي ولا هتكون غير البطل، إيش هتكون؟ صحيح. هو أنا يعني للأمان هو عمل حراشف، هو فيلم سعودي تم إنتاجه والعمل عليه في خلال يمكن 3 سنين اللي راحت. صحيح. العمل بيئته وفكرته ومكانه شوي فانتازيا اكثر. يعني ما راح نحس العمل، الزمان والمكان اللي في العمل غير معروفين. يعني ما بكثير نتكلم عن القصه، يعني حتى لان انا احس جزء مهم كثير من اللعبه هو خلينا نقول في القصه نفسها وفي شكل العالم اللي موجود. لكن خليني اقول انه مثلا محور الحديث في الفيلم، او خلينا نقول اهم رمزيه موجوده في الفيلم، هي علاقه المراه في 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 بمحيطها، خصوصا لما يكون هذا المحيط شوي يعاملها بطريقه يحاول يسيطر عليها فيه او يحرمها من حقوقها. لكن القصه بشكل عام راح تكون فانتازيه، وحتى الصور راح تكون فانتازيه. يا سلام. واتخيل يعني انا دوري ودي اتكلم عنها بس بعد، لان الفكره الاساسيه احنا يعني وقت ظهور الفيلم راح نتكلم عن كل التفاصيل، لانه راح يكون في كثير اشياء، يعني كثير اشياء مو حابين نكشفها من زمان الان. تمام. لكن راح تنكشف في الوقت المناسب ان شاء الله. يعني واضح من صوتك يا يعقوب انك حابب تخبرنا اسرار ومتردد في نفس الوقت، لكن احنا على حسب مصادرنا انه الفيلم سعودي، لكن في نفس الوقت قصته مو سعوديه، صحيح؟ كيف تشوف هذا المزيج بيناتهم؟ انت قاعد تتكلم عن الفيلم حراشف. ايوه. لا عن حراشف اتكلم. اي الكلام هذا مو صحيح ابدا. هو الفيلم كتابه واخراجا للمخرج السعودي المبدع شهد امين، وشهد امين سبق وهي ان فازت بافضل فيلم قصير عربي في مهرجان ابو ظبي السينمائي قبل حوالي 6 سنين او 7 سنين. تمام. وهذا هو الفيلم الطويل الاول. وخلينا نقول كانت حريصه انه تحافظ على نفس العالم اللي هي انعرفت فيها وانشهرت فيه ونجحت فيه، اللي هو العالم الفانتازي خلينا نقول. اللي هو في ميثولوجي اكثر من كون اللي هو رياليستيك او واقع او قريب من الواقع. وهي هي خلينا نقول هذا يعني هذا التوازي كثير ذكي من اي كاتب واي مخرج انه يعمل، اذا حبوا يتكلم عن موضوع كثير حساس وحاب انه هو يوصل من خلال خلينا نقول الرمزيه اللي هو قاعد يستخدمها
رسائل كثير مهمة. يا سلام. الفيلم أنا أعتقد أنه راح يكون كثير مهم في الوقت اللي راح ينزل فيه. وإن شاء الله نشوفه في السينما داخل السعودية إن شاء الله. بالضبط. لسه كنت حسألك يا يعقوب أنه قرار فتح السينمات الآن نعم. أكيد راح يساعدك أنت والكثير من الفنانين والفنانات السعوديات من ناحية ما بتمثلوا أفلام سعودية. كيف تشوف قرار فتح السينمات وقد إيش حيخدمك كفنان سعودي؟ هو طبعا القرار يعني في الوقت اللي راح تفتح فيه السينما خلاص إن شاء الله في الأيام القريبة الجاية. تخيل أنه هذا أهم قرار. وإحنا يعني السعودية لما تقرر هي تدخل في مجال هي ما تحب تلعب دور المتفرج. يعني الآن إحنا جايين نتكلم عن مشاركة السعودية لأول مرة بشكل رسمي في مهرجان كان الآن كمان نقول في الأيام القريبة القادمة. راح يكون سنويا عندنا مرشح رسمي من السعودية لمسابقة الأوسكار وغيرها من المهرجانات الدولية السينمائية. على الورق كل الناس تتكلم على الأرقام الكبيرة اللي ممكن راح يخلقها راح تدخل في السينما السعودية راح تنخلق بوجود السينما. اتكلم عن مليار دولار سنويا يعني في ارقام خيالية. واتخيل انه احنا اللي كان فقط منتظر ان هي صالات السينما تفتح لانه وجود صالات السينما هي الضمانة خلينا نقول لكل المنتجين وكل الفنانين وكل اللي يشتغلون بالصناعة انهم اول شيء اعمالهم تكون موجودة وتعرض, ثاني شيء يكون في جمهور يشاهد اعمالهم, ثالث شيء يكون في عائد لاعمالهم. و يعني راح بشكل اوتوماتيكي راح يخلق فرص عمل طبعا راح يخلق ارضيه للابداع راح تكون كبيره. وبالتالي انا وكل الفنانين مو بس يعني مو بس الممثلين, اتكلم عن حتى الكتاب حتى المصورين حتى المخرجين حتى المنتجين, يعني راح ينخلق مساحه لهم كل واحد يبدا في مكانه. طب يعقوب ايش ممكن ترد على الاشخاص اللي بتقول اللي بتشوف انه يا الله فيلم سعودي لا أكيد ما في إنتاج ما في الحبكة الدرامية اللي متعودين عليها في الأفلام زي ما بنقول أو بنشوف في هوليوود وبوليوود وهذه الأماكن, مع أنه حتى بوليوود لسه ما زالت إلى الآن, لكن في ناس كثير بتفتكر أو بتفكر أنه الفيلم السعودي ينقص شيء ما. إيش ممكن ترد عليهم؟ أنت شايف أنه إحنا دخلنا في تطور في السينما السعودية في الفيلم السعودي؟ خليني انا اكون كمان واقع كثير يعني لما اتكلم عن الموضوع. انا اعتقد كمان احنا بحاجه لوقت حتى فعلا احنا نصنع هويه سينمائيه سعوديه وتكون هالهويه يعني متكامله العناصر. مو فكره انه احنا راح نفتح صالات سينما معناته انا دايركت راح تكون افلام سينمائيه افلام مكتمله العناصر او مثلا احترافيه 100%. لا دائما راح نكون في محاولات وراح يكون في محاولات جاده. وللاسف الصناعه كمان بديئة بالمنتفعين, يعني كمان انت يعني حتى نكون احنا واقعيين في كثير ناس ما لها علاقه بالموضوع راح تحاول تدخل هذا المجال من وراء بالذات. طبعا صح. في كثير ناس اللي تدور الشهره اللي تدور خلينا نقول صح انه هي مثلا تستهدف ما عندها القدره بس بتحاول عشان البزنس. بالضبط وعشان البزنس. ففي البدايه الموضوع راح يكون متعب, لكن انا اتخيل واحنا يعني بعد كم سنه فعلا احنا قادرين واحنا نخلق خلينا نقول هويه سينمائيه سعوديه واضحه ومكتمله العناصر, وراح نبدا نشوف اعمال سعوديه جميله وراح نبدا نشوف اعمال سعوديه تشارك في مسابقات ومهرجانات سينمائيه كثيره ومهمه وتنجح فيها. الفيلم السعودي راح يصير منتظر في المهرجانات. انا كل الاشياء انا متاكد انه راح تجي وراح تكون موجوده في وقت من الاوقات, لكن في البدايه اكيد بحاجه لنوع من الصبر طبعا. احنا اكيد في انتظار عملك في شهر رمضان بدون فلتر يا يعقوب. ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق وسلامه. الجزء الثاني من حاره الشيخ يا يعقوب بالله عليك يعني حاولت تتناقشوا في هذا الموضوع رجاء والله حاولنا كثير صراحه والله يعني استنى اتمنى من جد يكون في جزء ثاني لحاره الشيخ ترى فعليا كان مره حلو عشان جداويه. شكرا لك وشكرا على هذه المداخله الفنان يعقوب الفرحان. مشاهدينا حنطلع فاصل نرجع نكمل باقي الفقرات.